اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بصوا بقى الجمال، بصوا العظمه، جايبالكو اختراع يا كوتش، جايبالكو احلى برسيل جل من حاجه كنا بنرميها. ايوه، من حاجه كنا بنرميها وما كناش بنستعملها، وكنا بنرميها او نبيعها او نبيعها للراجل اللي بيعدي في الشارع. لا، مش هنرمي بعد كده حاجه، وهنحاول نقتصد في كل حاجه، وهنحاول نعمل كل حاجه في بيتنا من ما فيش. ايوه، من ما فيش. يلا بينا هقول لكم طريقه البرسيل جيلي الجميل ده معمول ازاي. هنجيب طبق كده كبير، وهنجيب كوبايه ميه صغيره، وهنحط عليها 2 معلقه بطاطس اللي هي صودا كاويه، بس لا تكوني واقفه في حته فيها هوا كفايه، او تكوني لابسه ماسك عشان ما فيش الابخيره بتاعت البطاطس ده تطلع عليكي. نحط 2 معلقة، ندوبهم كويس قوي لحد ما يدوبوا خالص. وهنجيب كوبايه زيت مستعمل. ايوه، كوبايه زيت مستعمل. الزيت المستعمل ده يا جماعه بيبقى حلو جدا جدا في الحاجات اللي زي كده. هقول لك الطريقه المظبوطه ان ما يطلعش منك لا مزيت ولا ريحته وحشه. هنحط كده نص ميه البطاطس وهنقلب جامد. بس اهم حاجه بقى اللي انت تعمليها ان انت تضربيه جامد، لازم تضربيه جامد. انت عندك هاند بلندر اضربي بيه، عندك مضرب كهرباء اضربي بيه. انا بصراحه ربنا رحت حاطاه في الخلاط لاني حسيت ان هو عايز يعني ضرب جامد، اقل ما فيها تقعدي لك ساعه او نص ساعه تضربي جامد 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 عشان الصابونه تتصب منك والزيت ده يتبخر منك. انا هعمل ايه بقى؟ انا حطيت كده بقيه البطاطس، هتني اضرب جامد 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 لحد ما اللون بتاع الزيت ده يختفي تماما تماما. انا بقى هعمل ايه؟ اروح هضرب ضرب في شفشق الخلاط وهضربه. انا بعد ما حسيت بقى ان ايدي بصراحه ربنا وجعتني منه، حطيته في شفشق الخلاط، ضربته جامد بقى كده في شفشق الخلاط ضربا مبرحا. تقعدي 10 دقايق كده تضربي فيه، تخليه عامل زي الطحينه. وبعد كده هقول لك على تغسلي الشفشق الخلاط ازاي. بليمونه بقشرها تقطعيها وشويه ميه صغيرين، وتضربي بقى وتضربيه جامد في قلب الشفشق بعد كده علشان الشفشق ما يبقاش ريحته زيت وبطاس. بصوا بقى عامل ازاي، زي الطحينه بالظبط. اه، انا عايزه القوام ده وعايزاه يبقى لونه كده. انا بقى قلبت جامد جامد عشان امنع الريحه بتاعت الزيت دي. اعمل ايه؟ جبت كيس برسيل اللي هو ب10 جنيه، الاوكسي، معلش اوكسي، خدت منه 5 معالق اوكسي. ريحه الاوكسي بتبقى جميله. قلبت تاني جامد جامد كده. اهم حاجه في الشغلانه دي بقولك ان انت تضربي جامد، ان انت كل حاجه تحطيها تدوبيها جامد، ولازم تخلطي جامد. انا حطيت كمان 2 معلقة كده، وكان عندي بقى اريال اللي هو السايب ده اللي هو لونه ازرق ده، خدت منه 2 معلقة. تنك تضربي جامد لحد ما الاوكس ده يعني تحس ان هو داب كمان في قلب الخليط ده. هي يعني تعب شوية في الضرب، بس بتطلعي نتيجة كويسة، نتيجة ريحتها حلوة، نتيجة موفرة جدا. يعني انت باقل حاجة هتعملي لك اقل حاجة 12 رتل او 10 رتل برسيل جل. بصوا بقى انا بضرب قد ايه. انا مش عايزة على فكرة، انا مجرية كمان الفيديو شوية علشان خاطر لازم تاخدوا كل الخطوات. انا هنا حطيت 2 معلقة برسيل اللي هو السايب ده، الاوكسي السايب اللي هو لونه ازرق ده، حطيت 2 معلقة. انا كده بقى يعني ضربته خالص، بس انا بقى هسيبه لتاني يوم. انا عايزاه يتصبن وعايزه ده ينشف، يعني انا مش هعمله الا لما كان ينشف خالص. لو ما نشفش منك هتفضل ريحه الزيت يعني ضغي عليه. بصوا بصوا نشف ازاي، ده تاني يوم لازم ينشف خالص، يبقى يعني ناشف ناشف. هكحته بقى كده جامد، واكون لابسه جوانتي طبعا عشان انا ايه همسكه طبعا الخليط ده بايدي دلوقتي. بصوا انا بكحته ازاي من الطبق، يعني معنى كده ان هو نشف نشف يعني. مسكته بقى كده كسرته خالص،
اهم حاجة بقول لكم الخطوات المهمة دي، دي الخطوات اللي هتخلي برسيل جيل ينجح معاكي. لو وصلتي معايا لحد كده حطي لايك، اهم حاجة اللايك يا جماعة. ودي رطل مية هنزل بيه بشوية بقى، الخليط ده كله هنزله في المية المغلية، وتاني بقى اقلب جامد كده لحد ما الخليط ده كله يعني ايه يدوب معايا بقى. انا عايزاه القوام ده وما يبقاش في حاجة مكلكعة كده خالص. خليكم معايا لحد كده، مش هيخلص لحد كده، ده في حاجات تاني هتتحط وهتنضاف. انا كده بقى بصوا، يعني انا مسكته وقلبته جامد. هنا بقى هعمل ايه؟ هنا في رتل ميه محطوط، وده اسبرين. الاسبرين ليه بقى؟ هو عنده زعيم ماما نونا؟ لا، الاسبرين ده هيطلع لك البقع الخطيره اللي بتبقى في الهدوم، بقعة صدى، بقعة دم، بقعة شوكولاتة، بقعة صلصة، أي حاجة. هنحط 4 أسبرينات، نحط كده كام معلقة مية ونمسكهم ندغدغهم خالص. أنا عايزاهم يعني يتدغدغوا خالص، إيد هنا وإيد هنا علشان ما يفرش منك. بصوا هنا أنا خلاص أنا طفيت عليه كده. بص أنا دوبت كده الأسبرين، أهم حاجة المية ما يبقاش فيها حاجة، ما يبقاش فيها اي حبيبات، عشان لما تحطي عليها المعجون ده بتاع الصابون اصلا مش هيدوب بقى، الحاجات دي مش هتدوب. وصلنا لحد كده، ما تنسيش اللايك. هنحط المكون التاني ايه بقى؟ هنحط 2 معلقة سكر، معلقة ملح، معلقة بيكنج باودر، كربوناتو، معلش يا مؤاخذة، كربوناتو، معلقة كربوناتو، 2 معلقة سكر، معلقة ملح. كربوناتو ليه؟ كربوناتو هيعزز لك الخليط بتاعك ده ويخليه يعني لو في اي بقعة ولا اي حاجة هيساعد الاسبرين ان يتطلع البقع الشديدة. والملح ليه؟ الملح هيدي شفافية وهيدي تقل لزوجة كده وتقل. والسكر ليه؟ عشان يعزز الرغوة ويخلي رغوته كتيرة، يعني يخلي الرغوة بتاعته كتيرة. لو انت بقى مش عايزاه ليه رغوة كبيرة، ما تحطي معلقة سكر واحدة. ده كيس الاوكس ابو 10 جنيه، انا خدت منه شويه بتاع ربعه كده وحطيت بقيته بقى في قلب الخليط هنا. قلبي جامد بقى، جامد كده يا شهد، قلبي جامد يا شهد. ما انا شهد دي ايدي ورجلي يا جماعه. انا مسكت بقى كده وحطيت كمان 2 معلقة من السايب، من الاريال السايب الازرق. الحكايه كلها ما كلفتنيش فلوس بصراحه، وجبت بقى الخليط ده كله حطيته على رتل ميه واقلب يتقل مني، اقلب يتقل مني، اعمل ايه؟ احط ميه ويتقل مني واحط ميه. بجد بجد طلع، والله ما بكذب عليكم، طلع تحفه. واعملوه، ولو طلع وحش اكتبولي قولولي يا ماما نونا لا وحش وحش. وصلتي معايا لحد كده يا امارات؟ حطولي لايك بقى، اللايك اللي بيرفع الفيديو على فكره. هنا قلبت جامد، حطيت ميه تاني اقلب. بصوا تقيل لسه، تقيل، هجيب ميه تاني واحط ميه تاني وهكذا يعني لحد ما نظبط التقل بتاعه. يعني بصوا كوبايه زيت على 2 معلقة بطاس على كيس اوكسي ب 10 جنيه، عادي ولا حاجه، ولا حاجه ان انت تعملي 10 كيلو برسيل جل. عارفة يعني ايه 10 كيلو برسيل جل؟ يعني شوف الكيلو بكام، لو الكيلو واقف عليكي ب 10 جنيه ادي 100 جنيه. بصوا بقى، بصوا الجمال، بصوا الحلاوة. ده بقى ايه؟ جريسلين، اوعي إيه تنسيه، زيت جريسلين. احط 2 معلقة عشان يحد شوية من 2 معلقة البطاطس اللي انا حطيته، هيخلوا البطاطس يهدى شوية معاكي من 2 معلقة الجريسلين دول، اوعي تنسيهم واوعي ما تحطهمش. قلبي كده جامد 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 جامد. وجبت بقى ايه؟ 1/2 كيلو برسيل جل من عند بتاع المنظفات ب 5 جنيه. عشان ايه يعني؟ عارفه لما تكوني عندك حاجه كده وبتحبشي لها كده وتحطي لها شويه توابل وشويه فلفل وشويه، هو كده لازم تعززي الحاجه بتاعتك عشان تطلع حلوه وتطلع قوامها حلو والريحه كمان حلوه. قلبت جامد جامد، بصوا تقيل، صدقوني لسه 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 تقيل.
على فكرة أنا حطيت مية، بس الحتة دي ما بنتش. أنا عملت 10 كيلو برسيل جل، ده بقى لون الأزرق، بتجيبيه من عندي بتاع منظفات، بتقولي له هات ب2 جنيه لون أزرق بيديك. قلبي بقى كده كويس، لا لونه لسه عايز كده هبابة زرقاء. بس صدقوني 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 طالع في منتهى الجمال. تغسلي بقى منه سجاجيد، تغسلي منه هدوم فيها بقع فيها حاجة، هتبص وتلاقي مفيش. جربي بقى بقعة زيت، بقعة شوكولاتة، بقعة دم، بقعة صلصة، هيطلعوا يعني حاجة كده، والقوام حلو وجميل. بصوا انا بحطه ايه، انا بحط لسه مية تاني، انا كل ما بلاقيه تقيل بحط مية تاني. بصوا هنا بقى جميل ازاي، بصوا بقى التقل بقى المظبوط، بصوا الجمال، بصوا الحلاوة بجد بجد. ان وصلتوا لحد كده في الفيديو قولوا عاش يا ماما نونة، قولوا عاش يا ماما نونة، ويا ريت ما تنسوش تحط اللايك. والله يا جماعة بلاقي تعليقات كتير وما بلاقيش لايكات، يعني ارجوكوا لازم نساعد بعض شوية. شايفين الجمال عامل ازاي؟ بجد بجد الله عليه الله عليه وعلى الجمال. من حاجة كنا بنرميها، أرجوكوا ما ترموش حاجة تاني، هعمل لكم حاجات كتيرة قوي قوي من حاجات كنا بنرميها، هنصنع كل حاجة كنا بنرميها، لازم نستفاد منها في الظروف اللي احنا فيها دي، لازم نستفاد من كل حاجة فعلا يعني، ولازم نوفر من كل حاجة في البيت. بصوا الجمال عامل ازاي بجد، يعني انا مش قادرة اقول لكم حلو ازاي وجميل ازاي. وما تنسوش اللايك يا جماعة.